خلاص كده يا باشا، الحساب حبيه واحده خلاص. كده 170 يا باشا. ليه خدنا ايه عشان ناخد 170؟ خدت اثنين شاي وعصير. احنا قاعدين فين؟ شيرتون؟ ليه حضرتك فين؟ انا قاعد في الشارع، قاعدين في شيرتون، ادفع 170 جنيه في كوبايتين شاي. هو ال 170 فلوس دلوقتي يا عم؟ اه فلوس، المهم ايه؟ ولا ال 170 دول جنيه دول من ايه؟ مش حضرتك خدت اثنين شاي وواحد عصير؟ اه حصل. طيب ايوه دول تبقى لهم كام؟ 170 جنيه؟ افنطها لك سيادتك؟ فنطها، فنطها ايه؟ فنط. اتفضل يا استاذ. وفي ايه اللي حصل للناس؟ يعني بالعقل كده دول ب 270 جنيه؟ يا ست انا هضحك عليك ليه؟ ما انا هفنطها لك اهو. ازاي يعني ده كوبايتين شاي واحنا قاعدين يعني في ايه يا جماعه؟ ايه ده الاستغلال ده يعني؟ اتفضلي يا حضرتك. ايه ده؟ ايه يعني كوبايه العصير بكام؟ هي واحده يا ابني، هي واحده. اثنين عصير، اثنين شاي. ده في هزار. بص حضرتك الكوبايه لوحدها فاضيه 30، كوبايتين يبقى 60، الشاي اللي جوه يبقى احنا كده 10 20 30 25، يبقى 25 شاي اللي جوه. السكر حضرتك انت خدت معلقتين ولا ثلاثة؟ لا معلقة واحدة. معلقة واحدة. المية عليها فلوس؟ معلقة واحدة ادي كده يبقى 15. طب احنا مالنا في الشاي اللي جوه؟ هي يا ابني واحدة. ماشي حضرتك نفس الشيء لو حسبنا ده مع ده حضرتك. وبعدين ايه حضرتك بالك قد ايه قاعدة؟ هو انت كمان بتحسب قاعدة علينا؟ ده انا لما اديكوا كمان ربع ساعة من عندي. كمان؟ يا عم في ايه يا عم انت في ايه؟ هو ال 170 جنيه فلوس؟ انت عايز تحاسبني على كوبايه فاضيه؟ تحاسبني عليها يا ليه مش نزلت؟ نزلت عشان نزلت كوبايه فاضيه؟ حضرتك الله انا ماليش انا هحاسب عليها فاضيه؟ ماشي نشيل الكوبايه ثلاث كراسي. انت تحاسبني على الكراسي ولا ايه؟ امال انت قاعد ببلاش يا ابني؟ خلاص مش عايزين ام الكراسي. مش عايز ام تشرب وانت واقف ولا ايه؟ مش فاهمك. ايوه من حقه، ايه اللي بتعملوه ده؟ ده مش نظام بلاش الكلام ده قدام ابني. ايه اللي بتعملوه ده؟ بلاش الكلام ده قدام ابني ليه؟ ما هو ابني بيتكلم مظبوط. يقول عليك ايه هو الوقت؟ هيقول ايه؟ هو الكلام ده مظبوط. انا قاعد انا بتدفع انا مالي ما انا زبون قاعد. انا بدفع 200 جنيه و300 جنيه. على كام بتاخد ايه؟ على مشروبين. اهو قشطه تدفع اللي انت عايزه احنا مالناش دعوه. باشا انت لو معكش فلوس قول لي وانا عنايا ليك وادفع لكم. اقوم بالمشاريع لوحدي. انت بتاع معفن. ايه انت يا باشا؟ انت شكلك ما معكش فلوس اصلا. يلا هو امشي جاي تتسنكح. ايه يلا هو سنكح ما تيجي امشي غور. يلا 50 جنيه ضرب بيهم الزباين ادي كده. ايه ده انت بتحسب من فضلك ما تتكلمش بابا واقف. عيب عيب عيب. حدش قال لك عيب لما يكون الكبار بيتكلموا؟ حضرتك انتوا قاعدين ده عشان يقول ان انا مش قاعدين يا ست هاني. ما هو انت اول مره تقعد على كافي ولا ايه؟ لا مش اول مره بس بالنظام ده ما فيش كده خالص. يعني هو ال 170 دي فلوس يا جدعان؟ 170 ايه؟ ما انا هدفعهم لو انا مقتنع بيهم. انا مش مقتنع بيهم. 170 جنيه ايه؟ اشيلك انا. انا يا عم امشي بقى وقف في داهيه. وقف في داهيه يلا. خلاص يا بابا. خلاص يا جدع انا عامل عليك شكلك معكش فلوس ومفلس. يلا يا ده امشي هنا. خلاص يا استاذ. خلاص يلا امشي هنا. خلاص يلا امشي هنا. امشي.